الحمد لله الذي يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي العربي. وبعد، قال السيوطي في تاريخ الخلفاء: كان بنو أمية يسبون علي بن أبي طالب في الخطبة، فلما ولي عمر بن عبد العزيز أبطله وكتب إلى نوابه بإبطاله وقرأ مكانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فاستمرت قراءتها إلى الآن. انتهى. قلت: ولوقوع تلك الجريمة النكراء في حق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه شواهد، كما جاء في صحيح مسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: استعمل على المدينة رجل من آل مروان، قال فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم علي، قال فأبى سهل، فقال له: أما إذ أبيت فقل لعن الله أبا التراب. فقال سهل: ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي التراب، وإن كان لا يفرح إذا دعي بها. فقال له: أخبرنا عن قصته، لما سمي أبا تراب؟ قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ فقالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للإنسان: انظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا التراب، قم أبا التراب. ورواه البخاري بنحوه. وقوله يقل، وقولها يقل من القيلولة، وهي النوم نصف النهار، كما جاء في كتاب السراج الوحج. انتهى. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: والذي فلق الحب وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق، وهو في صحيح مسلم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال فأخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فهذا مولاه، اللهم والي من والاه، وعاد من عاداه، وأحب من أحبه، وأبغض من يبغضه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح، غير فطر ابن خليفة، غير فطر ابن خليفة وهو ثقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب علي فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله عز وجل، ومن أبغض عليا فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله عز وجل. صححه الألباني، أو صحح الألباني إسناده في الصحيح. قلت: والحمد لله أن الناصبة الذين ناصبوا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء قد انقرضوا، ولكن بعض الشيعة لا زالوا إلى اليوم يسبون بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلما وعدوانا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. متفق عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ إني قلت: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا، فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: صدق. رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر، وهو في صحيح الجامع. وقال الشوكاني: قال ابن قتيبة: هذه الآية متعلقة بما قبلها، والتقدير: وأوفوا بعهد الله ولا تنقضوا الأيمان، فإنكم إن فعلتم ذلك كنتم مثل امرأة غزلت غزلا وأحكمته ثم جعلته أنكاثا. وجملة: تتخذون أيمانكم دخلا بينكم في محل نصب على الحال. قال الجوهري: والدخل المكر والخديعة. وقال أبو عبيدة: كل أمر لم يكن صحيحا فهو دخل. وقيل: الدخل ما أدخل في الشيء على فساده. ثم قال: أن تكون أمة هي أربع من أمة، أي بأن تكون جماعة هي أربع من جماعة، أي أكثر عددا منها وأوفر مالا. يقال: ربى الشيء يربو إذا كثر. قال الفراء: المعنى لا تغدروا بقوم لقلتهم وكثرتكم، أو لقلتكم وكثرتهم. انتهى. قلت في قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، هي على وجهين،
كلاهما حق. الأول أن ملك البشر فان ومالهم ذاهب وملك الله باق ورزقه لا ينفد. والوجه الآخر أن ما ينفق الناس في الدنيا يزول في الدنيا، ولكن ما ينفقونه في سبيل الله يبقى لهم في الآخرة، ويجزون به في جنة الله التي لا ينفد رزقها ولا يزول نعيمها. قال الطبري: ما عندكم أيها الناس مما تتملكون في الدنيا وإن كثر فنافد فان، وما عند الله لمن أوفى بعهده وأطاعه من الخيرات باق غير فان، فلما عنده فاعملوا على الباقي الذي لا يفنى فاحرصوا. قال ابن القيم في مدارج السالكين في قوله: فلنحيينه حياة طيبة، وقد فسرت الحياة الطيبة بالقناعة والرضا والرزق الحسن وغير ذلك، والصواب أنها حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله، ومعرفة الله ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه، فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها، ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة. انتهى. قلت: مما يستفاد من الآيات من قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إلى قوله عز وجل: سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، ما يلي: أولا، أن نستفتح قراءة القرآن الكريم بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ثانيا، أن وسوسة الشيطان تزيد على المؤمنين حال انشغالهم بطاعة الرحمن ليصرفهم عنها. ثالثا، أن وسوسة إبليس أذى لا يقدر على أكبر منه. رابعا، أن من أطاع الشيطان واستمر طاعته وسبيله تسلط عليه الشيطان. خامسا، أن من اعتصم بتقوى الله تعالى صرف الله عنه كيد الشيطان. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. سادسا، أن سلطان الشيطان على نوعين من البشر: الأول هم المجرمون والضالون ممن يتبع الشيطان ويطيعه، والثاني هم الكفرة والمشركون، وهما في قوله تعالى: الذين يتولونه، أي يوالونه ويتبعونه، والذين هم به مشركون. قال ابن القيم في التفسير القيم: فإن قيل فقد أثبت له على أوليائه هنا سلطانا، فكيف نفاه بقوله تعالى حاكيا عنه مقررا له: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وقال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. قيل: السلطان الذي أثبته له عليهم غير الذي نفاه من وجهين، أحدهما أن السلطان الثابت هو سلطان التمكن منهم وتلاعبه بهم وسوقه إياهم كيف أراد بتمكينهم إياه من ذلك بطاعته وموالاته، والسلطان الذي نفاه سلطان الحجة، فلم يكن لإبليس عليهم من حجة يتسلط بها غير أنه دعاهم فأجابوه بلا حجة ولا برهان. الثاني أن الله لم يجعل له عليهم سلطانا ابتداء البتة، ولكن هم سلطوا على أنفسهم بطاعته ودخولهم في جملة جنده وحزبه، فلم يتسلطن عليهم بقوته فإن كيده ضعيف، وإنما تسلطن عليهم بإرادتهم واختيارهم. والمقصود أن من قصد أعظم أوليائه وأحبابه ونصحائه فأخذه وأخذ أولاده وحاشيته وسلمهم إلى عدوه، كان من عقوبته أن يسلط عليه ذلك العدو نفسه. قال القرطبي: إنما أنت مفتر، أي كاذب مختلق. ثم قال روح القدس يعني جبريل. عن عبد الله بن مسلم الحضرمي رضي الله عنه قال: كان لنا عبدان، أحدهما يسار والآخر خير صيقلان، فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يعملان وهما يقرآن كتابا لهما، فقال المشركون: إنما يتعلم منهما. فأنزل الله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، وهو في تاريخ واسط. قلت: ورجاله ثقات. والصيقل الذي يصقل السيوف، أي يجلوها كما في شمس العلوم. قلت: أي أن لأولئك الأعاجم الذين يزعمون أن يأتوا بمثل هذا القرآن العربي البليغ الذي لا عوج له. قال الطبري: اللحد والإلحاد هو الميل، وقد يكون ميلا عن آيات الله وعدولا عنها بالتكذيب بها، ويكون بالاستهزاء مكاء وتصدية، ويكون مفارقة لها وعنادا، ويكون تحريفا لها وتغييرا لمعانيها. قال الشافعي في تفسيره: فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العربي ما بلغه جهده حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويتلو به كتاب الله، وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك. وقال مكي بن أبي طالب عن مجاهد في قوله: وإذا بدلنا آية مكان آية، وإذا رفعنا آية فنسخناها وأثبتنا غيرها. وقال قتادة، وهو قوله في سورة البقرة:
ما ننسخ من آية أو ننسها، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.